مجموعه كده من السكرابات حضرتك جايباها تمام. معانا النهارده في الاستوديو، وعاوزاكي بقى تكلميني على كل سكراب معين عشان نقدر الستات اللي بتتفرج علينا تقدر تستخدمه في فصل الصيف. قولي تمام. لي اكتر حاجه تنفعنا في فصل الصيف نعمله سكراب للبشره يخلصنا بقى من كل الدهون ومن كل الحاجات هو هنا برضو كل بشرة على حسب المشكلة اللي فيها، يعني لو بشرة دهنية أنا بستخدم مثلا رز مطحون، معلقة نشا، معلقة لبن بودر، معلقة عسل، وبحاول إن أنا أدمجهم مع بعض فبطلع منهم السكراب اللي بعمل بيه للبشرة اللي هي الدهنية. لكن لو البشرة جافة ممكن بيبقى زيت جوز الهند مع لبن جوز الهند مع زيت لوز حلو، ده كله ممكن بعمل بيه خلطة تمام للبشرة الجافة. البشرة الجافة تقدر تستحمل طبعا. تمام. بيرطب حلو جدا، وممكن البشرة اي بشرة، البشرة المختلطة او الدهنية، بس ما نحطش فيه زيت تقيل، الزيوت اللي هي بتقفل المسام. احنا هناخد الترطيب، يعني ممكن لبن جوز الهند مع معلقة نشا، ده بيدي ترطيب حلو قوي للبشرة. طب احنا قلنا البشرة الدهنية دي عشان طبعا بتعاني بشكل كبير جدا من الحر وبتعرق، اي كريم بتحطه في فترة الصيف بيعرق معاها وبيقلب معاها بعد كده بغمقان واسمرار ونمش، فنقدر ايه الروتين اللي ممكن تستخدمه؟ هل الصن بلوك؟ هل ما تحطش ميك اب اصلا ولا ايه؟ لا، ما فيش واحدة او بنوتها ما هتقدرش تستغنى عن الميك اب. تمام. لكن احنا بنقول لها ازاي تعتني ببشرتها حتى لو هي فيها دهون، ازاي اول باول تقدر تخرج الدهون دي من بشرتها او تنقي بشرتها. فاول حاجه لازم غسول كويس يناسب البشره بتاعتها. تاني حاجه هنا بتستخدم تونر اللي هو حاجه بتشيل، لو هي حاطه ميك اب بنشيل الاول الميك اب بمزيل ميك اب وبعدين بنغسل بالغسول اللي هو المناسب للبشره. هنا بنبدا نشوف البشره هي محتاجه ايه، نشوف الماسك المناسب لكل بشره لو هي عايزه ترطب، لو هي عايزه تعمل سكراب في سكراب الشوفان حلو قوي ويناسب كل بشره. هو بيبقى معلقه شوفان ومعلقه نشا ومعلقه لبن بودره ومعلقه عسل ابيض، ده بنعمله زي سكراب وبيبقى حلو جدا لكل بشره، يناسب جميع انواع البشره. جميع انواع البشره وما فيهوش اي حساسيه، يعني ما هيعملش اي حاجه. طيب بالنسبه بقى للشعر في فصل الصيف بيبقى طبعا الرطوبه بتخليه ناشف وبتخليه متقصف وبيبقى مقنفد كده زي القنفد يعني، فازاي نديله رطوبته ويبقى ناعم وزي فصل الشتاء كده؟ انا شايفه ان انت عامله لنا ماسك زي الكرياتين او البروتين ده بديل للبروتين. هو هنا اول حاجه انا بننصح بيها البنات او اي بنت هتنزل بسين او هتنزل بحر ان هي لازم تبل شعرها الاول، نشرب الشعر ميه، فبتبدا الشعريه تشرب الميه او نبدا نملى المسام بتاعتها، وبعدين بنبدا نحط طبقه دهنيه على الشعر اللي هو زيت جوز الهند ماشي، زيت جوجوبا، زيت اورجان، بنحطه على الشعر عشان لما تنزل حمام السباحة او تنزل البحر الشعرية ما تشربش من الكلور او المية المالحة، فبالتالي هنا الشعرية بتنشف فبتتضر وبتتقصف وبتتأثر بالجو. ده بالنسبة للماسك بتاع ال، لا هنا ازاي تعتني بيها بالشعر. طب انا عايزاكي تقولي لي هنا مكونات الماسك. هنا ده اول ماسك، ده بذر كتان. بذر كتان بتجيبه بقى من العطار بالظبط، مطحون ولا لا؟ حب عادي وبتغلي على النار فبيعمل زي جيل. يعني بنغليه على النار عليه ميه بقى وكده ولا ميه سخنه؟ لا انت بتحطيه في ميه وبياخد غلوه على النار ماشي. فهو بيبدا يعمل زي جيل فبنصفيه وبناخد الجل ده بنحط عليه زبدة شيا، بنحط عليه زيت جوجوبا، زيت أورجان، ممكن زيت جوز الهند لو هي عايزه تخلي الشعريه يعني ليه شويه. المكون الاساسي عندنا في الماسك ده هو بذور الكتان. انا بسمع ان بذور الكتان لها حلو فوائد عديده جداً. كمان في فرد الشعر بديل للبروتين بيدي والكرياتين، فرد حلو قوي وبينعم الشعريه بيخليها ليس حلو جدا. طيب
الزيوت كمان هي بتغذي البشره. بس كله ده مش هيغنينا عن ان احنا نقول نشرب ميه كتير، ناكل كل حاجه ممكن اللي هي يكون فيها غذاء خضار، الحاجات اللي هي مغذيه اللي هي هنستفيد منها او الجسم هيستفيد منها او الشعر. فشرب الميه كمان كتير بكميات كبيره بتدي نضاره للبشره حلوه قوي.